انت كسي محمد احداف، واش انت صديق بمعنى الكلمه؟ صديق، صدوق، صديق وفي؟ ايوا، ما انسان ما كيشكرش راسه، ولكن انا انسان صادق كنحترم الاصدقاء اللي هما قلال، ماشي كلشي غيكون صديق وفي. كاين الصداقه الفعليه وكاين الصداقه المواقف، نقول لك فهمتي. يعني كاين المعرفه وكاين الصداقه، هي من المفروض كاين المعرفه وكاين الصداقه. كاين المعرفه وكاين الصداقه، الصداقه كاين المعرفه، انا كنعرف الناس بزاف كما نتوما والعالم، وكاين الصداقه اللي تكون انسان وفي صديق اللي كتعاود له اسرارك واللي كيعاونك في المواقف الصعبه. يعني عندك صديق عندك بهذه المواصفات، يعني اللي رافقك سنوات عمرك وصداقتكم عرفت يعني فيها هزات وفيها لكن بقات شاده، بقات شاده تمام. عندك هذا الصديق؟ مهمة. عندي هذا الصديق. كاين اصدقاء الطفوله اللي باقي عندي كنتواصل معاهم عن مواقع التواصل الاجتماعي، صداقة مش سطحية ولكن صداقة الطفولة. وكاين صديق عندي كيوقف معايا في المواقف الصعبة. هذاك الصديق هو اللي بغيت نتحدث، اللي كنقلبوا عليه.